أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداد حركة فتح الاستئناف في جولات الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه مصر. وقال عباس خلال لقائه وفدا أمنيا مصريا في العاصمة الأردنية عمان، قال إن فتح على استعداد للمشاركة في جولة الحوار المقبلة والمقررة في 25 من الشهر الجاري أو أي موعد آخر تحدده القاهرة. ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء محمد إبراهيم بمختلف التنظيمات والفصائل الفلسطينية من أجل التمهيد لجولة الحوار المقبلة. المزيد من المتابعة لتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول استعداد الحركة لجولة جديدة من الحوار الفلسطيني، معنا من رام الله على الهاتف السيد حازم أبو شنب القيادي في حركة فتح وعضو المجلس الثوري. سيد حازم، أبدى الرئيس أبو مازن استعداده لاستئناف جولات الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه مصر. بوصفك عضو مجلس ثوري منتخب في الانتخابات الأخيرة، هل تعتقد أن القيادات الجديدة في فتح الآن على استعداد لطي صفحة الخلافات مع حركة حماس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الصوت ضعيف جدا، أرجو رفع الصوت. فيما يتعلق بتعليمات السيد الرئيس محمود عباس، نعم، واضحة. الرجل يتمسك بشكل شديد باستراتيجية الحوار، وأن إمكانية حل الخلافات الداخلية الفلسطينية لا تكون إلا بالسلم الديمقراطي. الحوار أحد الأساليب الرئيسية، ونهاية مثل هذه الإجراءات تكون بإجراء انتخابات ديمقراطية على الأراضي الفلسطينية. حركة فتح نجحت في الفترة الأخيرة خلال الفترة الماضية من إنجاز أكبر عرس ديمقراطي فلسطيني بإنجاز هذه الانتخابات الداخلية التي أفرزت القيادات الجديدة للشعب الفلسطيني منتخبة تمثل كافة القطاعات باختلافها. يريد الرجل أن تعمم التجربة وأن تشمل كافة القطاعات في الشعب الفلسطيني وصولا إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متكاملة في كافة الأراضي الفلسطينية. نعم، ولكن هل تعتقد الآن أن الأجواء أصبحت مهيئة لتسوية الخلافات حول القضايا العالقة وأيضا توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية المفترض أن يكون في 25 من الشهر الجاري؟ دعينا نتحدث بصراحة، القضايا كلها بمجملها دون استثناء تحتاج إلى قرار سياسي. نعم. الرئيس محمود عباس متخذ القرار السياسي بصفته رئيس لحركة فتح منتخب ديمقراطيا، وبصفته أيضا رئيسا لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية. نعم. الآن الكرة تعود مرة أخرى إلى ساحة حركة حماس التي تتعنت في مواقفها والتي تصر على إعمال آلتها العسكرية البسيطة صحيح، ولكنها قوية عنيفة دموية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. المجازر التي حدثت في الأيام القليلة الماضية في رفح واحتمالية حدوثها كان واردا خلال 48 ساعة الماضية في منطقة تل الهوى في مدينة غزة، هذا يعني بأن لديهم ثباتا على موقفهم بالمجزرة العنيفة الدموية التي نفذت في 14/6 من العام 2007 بما اصطلح عليه الانقلاب العسكري الدموي. سيد حازم، دعنا نتحدث عن حركة فتح، هل أنتم على استعداد لطي صفحة الماضي مع حركة حماس؟ نحن على استعداد كامل لأن نستوعب ما يريده كل الجمهور الفلسطيني. نحن على استعداد كامل لأن نعود جميعا إلى حالة الوحدة الوطنية الفلسطينية. نحن على استعداد كامل على أن نحافظ على القانون والدستور واحتياجات الشعب الفلسطيني. ما يريده الشعب الفلسطيني نحن ملتزمون به. نحن نمثل إرادة الشعب الفلسطيني، ونحن من فاز بالانتخابات الديمقراطية قبل أيام قليلة، ونحن الذين نستطيع أن نمثل إرادة كل هذا الجمهور. إن أراد الشعب الفلسطيني أن نطوي الصفحة كاملة فلنطويها، أما إن أراد الشعب الفلسطيني أن يتمسك بالقانون وأن يحاسب من قام بكل عمليات القتل الدموية فليحاسب. نحن مصممون على سيادة القانون ومصممون على الوحدة الوطنية. شكرا لك سيد حازم أبو شنب القيادي في حركة فتح وعضو المجلس الثوري من رام الله. على صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المفاوضات هي السبيل الوحيد نحو إقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها الواردة في خطة خارطة الطريق قبل استئناف المفاوضات. جاءت تصريحات الرئيس عباس خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية الذي تم خلاله استعراض وثيقة برنامج عمل الحكومة بعنوان فلسطين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة. في جلسة اعتيادية التوقيت استثنائية المضمون، التأم مجلس الوزراء الفلسطيني بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس. استثنائية الجلسة جاءت بتسليم الرئيس وثيقة عمل الحكومة والتي حملت عنوان فلسطين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.
وثيقة قيل أنها برنامج سيتضمن أسس تجسيد بناء الدولة الفلسطينية على حدود 67 خلال عامين، وتفصيل برنامج عمل الوزارات والمؤسسات العامة، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود مع استمرار الاحتلال وتعثر المفاوضات. عالجت هذه الوثيقة مجموعة الأولويات الوطنية، مجموعة الأولويات التي تعمل عليها الحكومة، وما هي الاحتياجات التي نحتاجها من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 على أرضية إنهاء الاحتلال وعلى أرضية حقوقنا الوطنية المشروعة. الرئيس عباس الذي حاول قطع الطريق أمام تأويلات هذه الوثيقة الممتدة لعامين من حكومة فياض قال أنه ما يزال متمسكا بالحوار والانتخابات التشريعية والرئاسية مطلع العام القادم كمخرج للانقسام الداخلي. احنا مستعدين للحوار، وإنما الآن منقول ما دام في استحقاق دستوري في 24/1 فلا بد أن نذهب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهذا الكلام قلناه قبل مؤتمر فتح، مشان ما يقولوا أنا بعد مؤتمر فتح تغيرت الأمور، لا أنا قلته من سنتين وأظن كلكم سمعتوا أنه دائما أقول تعالوا الانتخابات مبكرة. الآن ما عادش في مبكرة، الآن في استحقاق في وقته، في 24/1 لابد أن نعمل هذه الانتخابات. أما ما قيل عن احتمال استقالة الحكومة الفلسطينية الحالية على خلفية انتخابات حركة فتح، فهناك من قال أن الأمر يرجع للرئيس، وآخر قال أنه لم يسمع عن هذا الموضوع على الأقل حتى الآن. أنا شخصيا لم أسمع بذلك، قد يكون هناك اجتهادات فردية أو شخصية، لكن في الإطار الرسمي حتى الآن يعني بالنسبة إلي لم أسمع بذلك. فإلى أن تبدأ خلال الساعة القادمة مباحثات الوفد الأمني المصري في رام الله توطئة لجولة الحوار القادمة في القاهرة، ستبقى حكومة تسيير الأعمال على رأس أعمالها إلى جانب التزامها بمخرجات الحوار الداخلي. وإن تشابكت المهام والاستراتيجية الوطنية، فإن وثيقة مجلس الوزراء الفلسطيني لوضع لبنة الدولة الفلسطينية خلال عامين لا هدف لها إلا إنهاء الاحتلال، وإن كان تفضيل البعض أن تخرج هذه الوثيقة من حكومة توافق وطني تكون نتاج الحوار في القاهرة. فراس لطفي النيل، قناة مصر الإخبارية، رام الله المحتلة.